لحضراتكم جميعا، برحب بيكم من عند معبر رفح. انا اسمي غاده البهنساوي، رئيس المركز الاعلامي للتحالف الوطني وحياه كريمه. النهارده الحقيقه احنا بنرحب بيكم في اول مؤتمر صحفي للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومؤسسه حياه كريمه من امام معبر رفح. الحقيقه احنا كشباب مصري متطوع من كافه اطياف المجتمع ومن امام معبر رفح، واللي اصبح هو الشريان الوحيد لاهالينا في قطاع غزه، وهو بوابة النجاة الوحيدة ليهم دلوقتي، واللي بيمر هناك بمرحلة شديدة الصعوبة وبيعاني من كارثة إنسانية هي الأصعب في تاريخه. ومن هنا من أقرب نقطة لأهالينا في قطاع غزة بنأكد على إدانتنا كشباب مصري متطوع، رفضنا الكامل لكل ما تشهده فلسطين وخاصة قطاع غزة من انتهاكات لكل معاني الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية في عدوان واضح هو الأصعب، وفي عدوان واضح على كافة حقوق الإنسان وأهمها وهو الحق في الحياة. الحقيقة مؤسسات المجتمع المدني المصرية قدرت خلال 36 ساعة فقط إنها تحضر القافلة الأولى المحملة بالإغاثات والمساعدات الإنسانية لأهالينا في قطاع غزة تحت شعار مسافة السكة لأهالينا في فلسطين. الشباب المتطوع اللي موجود هنا معانا واللي تخطى عدده 55,000 متطوع كانوا موجودين هنا بداية من يوم 14 أكتوبر، موجودين أمام المعبر رافضين الرحيل لحين دخول المساعدات لأهالينا في قطاع غزة. نجحت أول شاحنة للمساعدات المصرية في الدخول لقطاع غزة يوم 21 أكتوبر ووصلت لأهالينا داخل فلسطين. كل ده كان من خلال جسر بري متواصل من المساعدات والإغاثات المصرية المتواصلة والمقدمة للجانب الفلسطيني. كل ده كان بمشاركة وجهود أكتر من 55,000 متطوع من شباب المصري. واللي اسمحوا لي هرحب بزمايلي من التحالف الوطني وحياة كريمة عشان يحكوا لنا رحلة مساعدات المصرية ورحلة نجاح المجتمع المدني المصري في دخول قوافل المساعدات بشكل متواصل لقطاع غزة. واللي جايين النهاردة الحقيقة محملين بقافلة جديدة وفوق جديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لأهالينا في قطاع غزة. اسمحوا لي أرحب بزميلي عمرو مجدي مسؤول التحالف الوطني. شكرا دكتور غادة. في الأول برحب بحضراتكم. في البداية التحالف الوطني اللي تأسس مطلع العام الماضي هو كان استجابة لإعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 كعام للمجتمع المدني، والحقيقة أن ده اللي خلى التحالف الأسرع استجابة للأحداث منذ اندلاعها في 7 أكتوبر الماضي، وكان من أوائل الجهات اللي بتتجاوب مع الأحداث عن طريق غرفة عمليات التحالف الوطني في القاهرة ومتابعتها لتطورات الموقف عن كذب. ده إلى أن وصل توجيهات القيادة السياسية أن احنا نقدر نتدخل بإرسال مساعدات، وده اللي انا حابب فيه بصراحه اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بيثق او ثقته في التحالف الوطني وفي المجتمع المدني المصري ان هو يقدر يقدم دور زي ده، دور اقليمي مش بس دور محلي. الحقيقه في الاول بمجرد صدور التوجيهات مؤسسات الاعضاء للتحالف والامانات في المحافظات والجهات المتعاونه قدرت انها تجهز القافله الاولى في خلال 36 ساعه فقط، اللي هي احتوت على 95 شاحنه من المساعدات وثلاث سيارات اسعاف بالاضافه ل 500 متطوع بالاضافه الى شاحنات ومتطوعين مؤسسه حياه كريمه كعضو مؤسس للتحالف الوطني، واللي هترك المجال لزميلتي من مؤسسه حياه كريمه انها تعبر عن الارقام اللي حققتها المؤسسه في قافلتين المساعدات. القافله الاولى وصلت محافظه شمال سيناء مساء يوم 14 اكتوبر، كان كل الشاحنات وصلت وبدا تنسيق التحرك لمعبر رفح، والحقيقه ما كانش في امكانيه ساعتها لدخول المساعدات بشكل مباشر، وده اللي دفع عديد من المتطوعين ان هم يفضلوا البقاء امام المعبر لحين الاطمئنان ان شاحنات المساعدات بدات توصل لاهالينا في فلسطين. وده اللي بدا يحصل بالفعل فجر يوم 21 اكتوبر بدخول اول شاحنه للمساعدات لاهلنا في فلسطين، وكانت شاحنه التحالف الوطني للعمل الاهلي.
استمرارا لعشرة ايام من يوم 21 اكتوبر وصولا ل 31 اكتوبر كان وصول او دخول ال 100 اجمالي الشاحنه اجمالي القافله الاولى 108 شاحنه كاملين. بعد كده يعني الحقيقه في الاول بس قبل ما ندخل للجزئيه دي ما كانش ابدا هيحصل ان دخول المساعدات بتاعه القافله الاولى الا بجهود القياده السياسيه وخاصه مع عقد قمه القاهره للسلام والجهود اللي ادت الى ان زياره السيد الامين العام للامم المتحده لمعبر رفح والحث على دخول المساعدات بشكل امن وضمان وصولها بشكل امن ومستدام. فالجهود دي هي اللي ساعدت في دخول القافله الاولى، واللي مع انتهاء اعمال القافله الاولى واللي كانت الحقيقه لما بدات كان في غموض شديد في الموقف داخل فلسطين والاحتياجات اللي محتاجها الجانب الفلسطيني، وده اللي دفع بالتحالف الوطني ان هو يشمل في قافلته الاولى مساعدات طبيه عاجله ومستلزمات طبيه وادويه للقطاع الطبي في فلسطين، كلها كانت طبقا للاكواد الدوليه المعمول بها في الحالات المماثله سواء من الحروب او الصراعات. وبالتالي فاحنا ما كانش عندنا رصد واقعي ساعتها للاحتياجات في الداخل، وكنا بنعمل طبقا للاكواد الدوليه بالاضافه للمساعدات الغذائيه اللي شملت العديد من المساعدات الغذائيه والمياه واكل الاطفال ومساعدات الاغطيه والخيام والكساء والاكفان. مع انتهاء القافله الاولى ومع وجود رصد ادق للواقع في الداخل الفلسطيني ومع التنسيق مع الجانب الفلسطيني ومعرفه الاحتياجات بشكل اوقع، كان في توجيهات ان احنا ما تكونش دي نهايه المساعدات مع نهايه القافله الاولى، وبالتالي فبدا التحضير للقافله الثانيه في اطار جسر اغاثي مستمر. ده كان القرار بالتحالف الوطني ان تكون ده جسر اغاثي مستمر، مش بس عباره عن قافله فيها عدد من الشاحنات وتنتهي. وبالتالي الجسر الاغاثي كان بيتكون من شاحنات، عشرات الشاحنات بشكل شبه يومي بتصل الى معبر رفح وتدخل وتتسلم لاهلنا في فلسطين. الشاحنات كانت بتشمل مساعدات بتتفق تماما مع احتياجات الجانب الفلسطيني خاصه في الجانب الطبي من الاحتياجات الطبيه، واللي كانت بتروح كمان بكميات اكبر من الاحتياجات اللي مطلوبه من الجانب الفلسطيني سواء للادويه او المستلزمات الطبيه المطلوبه. بالنسبه للمساعدات الغذائيه فتم التركيز في القافله الثانيه على الايزي اوبن او ريدي تو ايت برودكتس اللي تقدر ان هم يستخدموها بشكل سريع ما تحتاجش منهم اي تجهيزات او تحضيرات مراعاه للظروف الحادثه في الجانب الفلسطيني، بالاضافه طبعا لعشرات الشاحنات اللي بتحتوي على المياه والاغطيه والكساء والاكفان لمراعاه كافه الظروف اللي موجوده هناك. القافله الثانيه اللي انطلق الفوج الاول منها في يوم السبت 4 نوفمبر الماضي، وعلى مدار 9 ايام مع تتابع وصول الافواج كان الحقيقه قدرت انها تحقق اضعاف اللي حققته القافله الاولى في 9 ايام فقط، وده اقل من المده اللي دخلت فيها تقريبا كل الشاحنات بتاعه القافله الاولى. وبالتالي فاحنا حابين ان احنا ده ما كانش هيحصل ابدا الا بتعاون مؤسسات الاعضاء للتحالف الوطني والمساهمين في القافله، واللي حابب اشكرهم بالاسم بدايه من جمعيه الاورمان، مؤسسه مصر الخير، مؤسسه صناع الحياه، بنك الطعام المصري، جمعيه رساله، الهيئه القبطيه الانجيليه، مؤسسه الجود، جمعيه مسجد دكتور مصطفى محمود، مؤسسه ابو العينين للنشاط الخيري والاجتماعي، مؤسسه العربي لتنميه المجتمع، مؤسسة ومستشفى أهل مصر، مؤسسة صناع الخير، مؤسسة بهية، مؤسسة مرسال، مؤسسة جمال الجرح لتنمية المجتمع، بنك الشفاء المصري، مؤسسة نبيل الكاتب لتنمية المجتمع، ومجلس الشباب المصري، ومؤسسة أبو هشيمة الخير، وطبعا مؤسسة حياة كريم. بالإضافة لده حابب أوجه خالص الشكر لكافة أعضاء التحالف الوطني في المحافظات والأمانات والاتحادات الشبابية والجمعيات القاعدية والمؤسسات اللي أرسلت مساعدات قيمة جدا من مختلف المحافظات، لأن الحقيقة كل المؤسسات بتكاتفها وبتعاونها قدمت مشهد ملحمي هنا عند المعبر كنا بنشوفه تماما في مواقف بسيطة جدا، زي ان احنا نلاقي بعض المؤسسات بتفضل دخول المساعدات بتاعتها في عربيات بتحمل اسم مؤسسة أخرى دون النظر ان ده ما فيهوش اي تسويق ليهم، فقط لانهم عايزين المساعدات توصل بشكل اسرع وعايزين نضمن ان كل شاحنه داخله من معبر رفح هي مكتظه تماما بالمساعدات وما فيهاش اي مكان فارغ. ده كمان كان بيبان من المتطوعين اللي الحقيقه كانوا كل متطوعين شغالين في كل الشاحنات بيجهزوها وبيعيدوا تجهيزها وتحضيرها دون النظر الشاحنه بتتبع مؤسسه ايه والمتطوع اللي بيشتغل فيها بيتبع مؤسسه ايه، وده اساس فكره التحالف الوطني.
المجهودات اللي تمت من 7 أكتوبر للنهاردة ما كانتش بس في إيصال المساعدات، لكن كمان كانت في تدخلات متنوعة لدعم الإخوة الفلسطينيين العالقين هنا في مصر لحالة الحرب دون رجوعهم لبلدهم مرة أخرى. فتم تجهيز تدخلات مختلفة لتهيئة الظروف لإقامتهم واستضافتهم لحين انتهاء الأزمة، بالإضافة نفس الأمر بينطبق على المرافقين للإخوة الفلسطينيين المصابين في اللي تم استضافتهم للعلاج في المستشفيات المصرية. ده كمان بالإضافة لاستعداد مؤسسات التحالف أنها تقدم تدخلات سواء أدق أو أصعب مع الحالات اللي محتاجة بعض التدخلات، خاصة المؤسسات في التحالف اللي عندها اللي بتعمل على الجانب الطبي وليها مستشفيات تابعة. أخيرا أنا حابب أعلم بعض الأرقام اللي اتحققت من بداية قوافل المساعدات أهلنا في فلسطين لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها، واللي مازال التحالف في عامه الثاني لم يكمل عامه الثاني، ولكن بيأكد ان هو اتولد كيان عملاق يقدر يقدم عمل إغاثي على مستوى إقليمي نقدر نقول ان هو الأكبر في تاريخ العمل التطوعي والأهلي عالميا. إجمالي شاحنات المساعدات كان 337 شاحنة بحمولة 6740 طن من المساعدات، بواقع 238 شاحنة من المساعدات الغذائية بتحتوي على 4760 طن من المساعدات، و78 شاحنة من المساعدات الطبية بتحتوي على 1560 طن من المساعدات، بالإضافة إلى 21 شاحنة من مساعدات الأغطية والكساء والأكفان بتحتوي على 420 طن. شارك في ده 32 كيان بيتنوع ما بين مؤسسات أعضاء وأمانات واتحادات وجهات متعاونة، بالإضافة إلى ذلك كان مشاركة 6400 متطوع في تجهيز الشاحنات من مختلف المحافظات لإرسالها لمعبر رفح. المتطوعين لو حسبنا أن كل متطوع بيشتغل يومين في خلال 33 يوم عمل من بداية الأزمة دلوقتي، يعني إحنا بنتكلم عن 422 ألف ساعة عمل تطوعية تقريبا، وده حجم ضخم من الأعمال حصل في بس 33 يوم، تقريبا أضعاف أي قافلة إغاثية حصلت على مستوى العالم. اخيرا انا حابب اشكر حضراتكم وبشكر كل من ساهم في المؤسسات من المؤسسات ومن المتطوعين والكيانات في هذه القوافل، وحابب اكرر شكري لسياده الرئيس على دعمه للمجتمع المدني المصري وتمكينه ليه، واللي مخلينا دلوقتي بنفتخر ان احنا كمصر مقدمين دور عظيم جدا في حل هذه القضيه. شكرا. سمعنا مداخله التحالف وجهود الحقيقه كبيره، وشكرا زميلنا عمرو مجدي مسؤول التحالف الوطني. هنتكلم دلوقتي عن مؤسسة حياة كريمة تحت شعار من إنسان لإنسان، أطلقت العديد الحقيقة من المبادرات وكان ليها مشاركات كبيرة في القوافل والمساعدات اللي داخلة لأهالينا في قطاع غزة بشكل مستدام. وزي ما قلت لحضراتكم هم جايين النهاردة ومعاهم قوافل جديدة من مؤسسة حياة كريمة. اسمحوا لي نستعرض جهود متطوعي مؤسسة حياة كريمة مع زميلتي بوسينة مصطفى. مساء الخير على حضراتكم جميعا، أنا بوسينة مصطفى المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة. الحقيقة شرف كبير ليا ولكل زمايلي إننا نكون موجودين هنا مع حضراتكم النهاردة قدام معبر رفح من أرض الفيروز سيناء الحبيبة، عشان نوصل رسالة دعم وتقدير للشعب الفلسطيني البطل اللي بيمر بمرحلة صعبة وحاسمة على كل المستويات. عدوان غاشم على المدنيين لم يستثني الأطفال أو النساء أو حتى دور العبادة والمستشفيات. ومن هنا من أرض سيناء الباسلة بنعلن دعمنا الكامل لأهلنا وأشقائنا في فلسطين الحبيبة، ودفعنا عن حقهم في الحياة وفي التمسك بأرضهم وتاريخهم. الحقيقة مؤسسة حياة كريمة وهي مؤسسة قوامها كله من الشباب المتطوع، بنقول عليهم دايما الجدعان، واللي من بداية الأزمة وبالشراكة مع كل مؤسسات المجتمع المدني موقفوش ولا يوم عن تجهيز كل ما يحتاجه أشقائنا من المساعدات المطلوبة، مواد غذائية ومياه ومستلزمات صحية وأدوية. مؤسسة حياة كريمة قدرت توصل أكتر من 2000 طن من المساعدات لقطاع غزة، 66 شاحنة قدرت تشق طريقها لأشقائنا تحت شعار من إنسان لإنسان، وده شعار المؤسسة. كمان أطلقنا أكبر حملة شعبية للتبرع بالدم في كل محافظات الجمهورية، وخصصنا حسابات المؤسسة في البنوك المصرية بالكامل لتلقي التبرعات من داخل مصر وخارجها. والنهاردة وإحنا معاكم هنا جايين ومعانا قافلة جديدة، ومكملين بكرة وبعده وبعده وكل يوم لحد ما نرفع المعاناة عن إخواتنا في فلسطين. وعن دورنا كشباب متطوع، إحنا موجودين هنا من شهر تقريبا بنبذل كل جهد مطلوب لتوفير المساعدات والإغاثات العاجلة لإخواتنا. وكمؤسسة مجتمع مدني بنطالب المجتمع الدولي
بقيام بمسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة اللي بيحتاجها الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع اللا إنسانية واللي بتزداد سوءاً مع مرور الوقت. وفي النهاية حابة أوجه الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين اللي بيشتغلوا في ظروف صعبة جداً وبيتحملوا كل ده عشان يساعدوا أهالينا في فلسطين. وبوجه الشكر للشعب المصري كله على الجهود الكبيرة والحملات الشعبية لجمع التبرعات والمساعدات اللي بيقدمها لتخفيف معاناة أهالينا والمساهمة معانا في تقديم دعم أكبر ليهم. وبنأكد إننا هنفضل موجودين هنا في المعبر عشان نقدم الدعم لأشقائنا الفلسطينيين حتى تحسن الأوضاع، وهنفضل كدولة وشعب متضامنين مع أخواتنا للحصول على كافة حقوقهم. شكرا لحضراتكم. ده كان استعراض لجهود المتطوعين والشباب في ملف المساعدات المصرية لأهالينا في قطاع غزة. حقيقة الشباب ما كانش هنا لوحدهم، ولكن معاهم شركاء نجاح وشركاء نجاح كتير قوي في بلدنا. خلونا دلوقتي نستعرض جهود الشركة المتحدة ومساعدتها ووقوفها في دعم أهالينا في قطاع غزة، ونبدأ بكلمة الأستاذة دينا عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الحقيقة أنا أولاً بقدم كل الاحترام والتقدير للمرأة الفلسطينية، الأم والأخت والابنة الجدة اللي استحملت درجة من درجات القهر والعنف اللي مش ممكن أبدا أي حد في الدنيا يقدر يتوقع إن هي سيدة تقدر تحتملها. وكانت الحقيقة بتدي نموذج في منتهى العظمة للاحترام والقوة، قد إيه كلنا قلبنا مش بس بينفطر عليكم، ولكن بنتعلم منكم يعني إيه صمود ويعني إيه دفاع ويعني إيه وقوف على الوطن. وبقول كلمة واحدة للمؤسسات الدولية، الحقيقة مؤسسات الدولية اللي بتدفع مليارات الدولارات علشان تمكن المرأة وعلشان تساعد المرأة على إنها تبقى عندها فرص متساوية في الحياة، أين دوركم في غزة؟ كيف تقفون في شكل المتفرج وأنتم تدفعون الأموال لإبادة نساء وأطفال غزة؟ وأطالب كل الشعوب في جميع أنحاء العالم اللي بيطلعوا بالمظاهرات واللي بيقفوا قدام السفارات وبيقفوا قدام حكوماتهم إن هم يغيروا موقفهم شديد التعنت من أهالي غزة، إنهم يذكروا المؤسسات الدولية إن أنتوا أول ضحية ليكوا في أراضي غزة هم السيدات والأطفال والشيوخ. فكفاية كفاية اوقفوا النيران والقصف الآن في غزة. شكرا. استكمالا لجهود الشركة المتحدة في دعم أهالينا في قطاع غزة، اسمحوا لي نرحب بالأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. مساء الخير عليكم، أشكر حضوركم اليوم للمساعدة في تخفيف الحصار على شقائنا الفلسطينيين الذين يواجهون ظروف قاسية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ليس بالغريب على الشعب المصري الذي يتضامن مع جميع أشقائه في جميع الظروف ويدعم حقوقهم المشروعة ومنذ اندلاع الحروب. حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصفتها واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية في الوطن العربي على نقل جميع الأحداث وإذاعة التغطيات الإخبارية المستمرة على مدار الساعة لنقل الحقائق والوقوف على الأحداث، وطالبت من خلال جميع منصاتها الإعلامية والمرئية المسموعة والمقروءة على المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، كما عملت على نشر الوعي بعدالة القضية الفلسطينية وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل الدفاع عن أرضه ودعمه في جميع الجهود التي تسعى إلى حل سلمي وعادل. ونجدد التزامنا دائما بدعم القضية الوطنية ومساندة أشقائنا العرب في كافة الظروف، وأن نكون صوتا لهم في نيل حقوقهم المشروعة، ولأن عدالة القضية الفلسطينية جزء أصيل من قناعات الشعب المصري، فقد قامت مصر بجهود جبارة لنصرة أشقائها في فلسطين ودعمهم في الحصول على حقوقهم المشروعة وعلى أرضهم ورفض سياسات الاحتلال في
في التوسع في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولن تتوانى مصر شعبا وحكومة في الدفاع عن تلك الحقوق في جميع المحافل الدولية والمناسبات السياسية. نحن هنا اليوم لدعم وتخفيف الأثار السلبية للحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من 36 يوم، والذي تسبب في معاناة قاسية في حصول أهالي القطاع على احتياجاتهم الأساسية في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة لكل قوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهو ما أدى إلى نفاذ مخزونات القطاع من السلع الغذائية الأساسية والمياه الصالحة للشرب والوقود لتشغيل المرافق. الحقيقة أنا عايز أقول هنا أنه الحجم اللي قامت به المتحدة من دعم لأشقائها هو الكلمة التي كانت كلمة حق من بداية ما ابتدى هذا العدوان السافر. النهاردة أنا لسه وصل لعلمي أن أحد زملائنا مصور في قناة القاهرة الإخبارية قد لاقى حتفه هناك، رحم الله الشهيد وربنا يشفي مصاب آخر لقناة القاهرة هناك. احنا النهاردة جايين بقافلة من المعونات حوالي 150 طن لدعم أشقائنا في فلسطين. لا شك أن تخفيف أثار الحصار المفروض على القطاع وفتح ممر إنساني وتقديم المساعدات اللازمة لأهالي القطاع هو أولوية قصوى بالنسبة لمصر، ولقد بذلت القيادة السياسية جهود ضخمة على مدار الأيام الماضية لضمان استدامة تدفق المساعدات على القطاع وتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك، لأننا ندرك تماما أهمية توفير الموارد الغذائية والطبية والإنسانية في هذا الوقت العصيب. دعونا ندعو لأهلنا في فلسطين في فلسطين الحبيبة بالأمن والسلام. ربنا يرحم الشهداء. شكرا للأستاذ عمرو الفقي. وخير ختام لاستعراض جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في ملف المساعدات الإنسانية لأهالينا في قطاع غزة، واسمحوا لنا نرحب بالأستاذ أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت وإذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله العظيم. احنا واقفين فمش هقول لكم دي أحداد، بس عايز نقرأ الفاتحة على روح شهدائنا في قطاع غزة والفلسطينيين كافة رحمهم الله. الحقيقة أنا مش هطول، ولكن أنا شايف المشاركة القوية اللي بتحدث النهاردة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كل إعلاميها، كل مذيعيها، كل الستاف اللي بيشتغل في الشركة المتحدة، اللي بيقول كلمة حق لصالح الشعب الفلسطيني، اللي بيقول كلمة حرية لصالح أهلنا في فلسطين، اللي بيقول كلمة تحرير لصالح فلسطين. أعتقد أن صوتكم وصل وبقت تتاخد من على قنواتنا النهاردة كوتس لقنوات دولية، وبنشوفها النهاردة بتقول الحق اللي قالته الشركة المتحدة من خلال قنواتها وإعلاميها. الشركة المتحدة وحياة كريمة والتحالف الوطني ما هم إلا مؤسسات بتعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري في حبه للشعب الفلسطيني وعمق العلاقة بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. هنظل شعب واحد، هنظل واقفين جنب بعض في مشاركة ومش معاونة ومش دعم، دي مشاركة واجبة على الشعب المصري. القضية قضيتنا وليس قضية فلسطين وحدها، والعالم كله بيسمع ان هي قضيتنا من الشعب والقيادة السياسية اللي متفقة رؤاها مع الشعب المصري، وجميعا ان شاء الله معا المشوار ده هيكمل. لازم يكون في ايمان انه ربنا ان شاء الله هينصرنا وهيحررنا كفلسطين وهيحرر الوطن العربي من الغمة. شكرا جزيلا، وربنا دايما يجعلكم داعمين. شكرا استاذ اشرف سلمان. الحقيقه احنا بنوصل كده لاخر محطه في محطات المؤتمر الصحفي الاول للتحالف الوطني وحياه كريمه والشركه المتحده. الحقيقه الجهود متواصله، الاغاثات المصريه بكل فخر متواصله للجانب الفلسطيني، والحقيقه لازم نشكر جيشنا وشرطتنا وقيادتنا السياسيه اللي لولاهم ما كناش نقف النهارده في اخر نقطه على الاراضي المصريه بالامن والامان
والفخر اللي احنا حاسين بيه النهاردة. شكرا للرئيس السيسي وشكرا للقيادة السياسية الحكيمة اللي وصلتنا للمرحلة دي. نشكر حضراتكم، إن شاء الله مش هيكون آخر لقاء لينا مع حضراتكم، إن شاء الله هتتوالى وتتكرر اللقاءات، وهنقف على كل المساعدات المصرية الكتير المقدمة لأهلينا في قطاع غزة. شكرا جزيلا، نورتونا. شكرا.